من رجله عشان اعرف برضو وجهة نظره، لكن عشان اعرضها طبعا بمنتهى الوضوح للناس. لكن ممكن يكون احمد شاف ان هو زي ما حضرتك بتقول كده، ان هو مش في حسابات فايلر، واحمد مش من الناس اللي متعوده ان هي تقعد، وبالتالي اتخذ قرار اخر بان هو لن يكمل النادي خلاص الاهلي. خلاص هو حر ياخد، انا بتكلم على النقطه بتاع النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بيدور على الحسابات النهارده، انا اللعيب ده هجدد له، هيقعد معايا 24 شهر، في ال 24 شهر دول مثلا عندي 30 مباراه، هيلعب فيهم كام؟ متوسط لعبه كام؟ طب المركز ده عند مين؟ خد بالك، وخاصه المركز ده احنا شفنا المركز ده يا كابتن اسلام في محمد هاني، هاني اللي بيلعب وهاني اللي مع حسام البدري في المنتخب، وبعدين عندي بديل باسم ما انا عامله عاره ممكن ارجعه، وبعدين انا عندي منتخب 2001 خلي بالك في اثنين باكت رايت، وبعدين ممكن اوظف، ممكن حسين الشحات ده اوظفه، ممكن نيدفيد ده اوظفه، ما عنديش مشاكل خالص انا كنادي الاهلي اوظف. فاللي اقصده احمد كان الفتره بيتفاوض، ده اللي زعلني من احمد وزعلني ان لا انت عاوز الاهلي او مش عاوزنا، خلاص بكل حب واحترام وتقدير بس، فاعترضت على دي وانا بعترض لحد دلوقتي. ان ما عندكش مشكله، ان انت يعني طالما كده خليك واضح وصريح وقول يا جماعه انا مش ثلاث اسابيع ليه يا اسلام، يعني ده اللي اقصده، يبقى في تفاوض بره خلاص. شكرا، النادي الاهلي ده كبير، الكيان ده كبير، اللي عاوز انت فاكر الكابتن صالح قعد مع مجدي طول قال له عاوز الاهلي ولا مش عاوز الاهلي؟ قال له اتفضل السلام عليكم وعليكم السلام، ما خدش خمس دقايق يا كابتن. فده اللي انا اقصده، بس انما كل الامور تمام، واحمد فتحي نتمنى له التوفيق، ده انسان محترم جدا وربنا يسعده جدا، بس كل التوفيق والاحترام والتقدير لاحمد فتحي. شايف كيفيه اداره النادي الاهلي للفتره دي يا كابتن ربيع؟ اداره الاهلي، اداره يعني اداره لجنه التخطيط في للكره خلال التجديد للاربعه الكبار. لا هو هي وجهات نظر لكن بتختلف من لجنه للجنه، وفي نفس الوقت هو بس طول عمر النادي الاهلي كان قراراته في ادارته اللي بتاخد قراراته، ادارته بالك اللجان دي كويسه جدا والتشاور كويس جدا والمشوره مهمه جدا يا اسلام، فعلا بتطلع بنتائج جيده جدا وتطلع بالصح المشهور، مفيش قرار لوحده، لكن طول عمر النادي الاهلي بيعتمد على لجان، كان ايام الكابتن صالح، الكابتن صالح، الكابتن حسن، الكابتن خطيب، الكابتن طارق سليم، عشان ياخدوا قرار في لعيب يقعد او ما يمشيش، بالك الاجهزه الفنيه عمرها ما بتدي قرارات، لان الجهاز الفني ممكن يمشي في اي وقت يا اسلام، انا بقول اللجان في ادارته هي اللي توجه وهي اللي تقول وهي اللي بتدور على المصلحه، وده اللي بيحصل طول عمرنا يعني متعودين على كده، بس في اللجان دي ده حتى الانديه الثانيه بتقلد، من غير اللجان دي مفيش نجاح يا اسلام. مظبوط، فبس فالمنظومه اذا كان على راس المنظومه كان الكابتن الله يرحمه وفي نفسه عامل لجنه، وده برضو اللي عامله الكابتن الخطيب، الراجل عمل لجان عشان الدنيا تمشي وعشان الصحه وعشان الاختيارات بحياتك، فالاداره ماشيه باسلوب رائع وزي الفل ومفيش مشاكل خالص، ده اداره النادي الاهلي. يعني الامور ماشيه بشكل جيد من وجهه بفضل الله تعالى، ويستطيع النادي الاهلي ان هو يعوض رحيل احمد فتحي، يعوض رحيل شريف اكرامي، يعوض رحيل حسام عاشور. انت عندك كده كده عندك الحمد لله كل مركز احسب اللي موجود هتلاقي ثلاثه اربعه يعني ما عنديش مشاكل، بس هو في الباك رايت مثلا في محمد هاني، وانت ما انت عندك عامل اعاره لباسم، لباسم طب وانا بقى بص، طب ما انت دلوقتي عندك اثنين عندي انا في الباك رايت 18 سنه من منتخب، ايوه يعني انا عندي باك رايت اساسي بتاع المنتخب اللي بلعب بيه ده في السعوديه في كاس النادي الاهلي باك رايت، وفي برضه الاحتياطي اسمه ايه يا كابتن ممكن يعني محمود صابر، محمود صابر باك رايت، وفي احمد سيد عبد رب النبي برضه باك رايت وكويس ومهاري وزي الفل بيلعب في النادي الاهلي، اثنين اهم يا كابتن، وعندك اثنين اربعه، وبعدين عاوز اقول لحياتك هو النادي الاهلي المدرب بقيمته وعبقريته وفلسفته ومهارته والدنيا كلها ما يقدرش يوظف اللاعب من كل القصه دي يا كابتن يلعبه باك رايت؟ ده وارد، لا صح حسين زي ما حضرتك قلت، حسين الشحات، كريم ندفد، اكرم توفيق، والنهارده النادي الاهلي ليه سعر اللعيب فيه 12 و15 عشان لعيب جوكر يا كابتن اسلام، وانا لو وليه واحمد فتحي قيمته في نلعب باك رايت بيلعب ديفندر بيلعب مساك، كل لعيب في النادي الاهلي 75% 80% من لعيبه النادي الاهلي يا كابتن اسلام جوكر بيلعب في اكتر مركز، وما ينفعش النهارده اقفل على نفسي ب 25 لعيب بخمسه ب 11 مركز، ما ينفعش فاللي اقصده هو ده النادي الاهلي، النادي الاهلي ليه بيشتري لعيب معين بموهبه معينه بمهاره معينه يا كابتن؟ عشان ده لعيب جوكر بيلعب في اكتر من مركز، ودي قيمه اللعيب يا كابتن بسنه اربعه، انما الانديه الكبيره اللي بتحقق البطولات وبتحافظ و لازم يكون اللعيب اللي عندها في اكتر من مركز، هو ده الانديه الكبيره اللي بتاخد البطولات، لان انا معرض لايقافات لاصابات لضغوط ليه حاجات كتيره جدا يا كابتن اسلام، وبعدين انا بمشي في بطولات كتيره جدا في دوري وفي كاس وفي افريقيا وفي عرب وفي سوبر وحاجات كتيره جدا، ولو انا جبت النهارده احمد فتحي عشان الباك رايت بس
ما يبقاش سعره 15 مليون. خد راحتك. فاللي اقصده النهارده النادي الاهلي وجهه نظر كابتن هايله، لانه ما حدش راح لها الحقيقه. ان كابتن هو ما هو يعني قصدي هي اللجان عشان تفكر وعشان تقعد، والاداريات عشان تقعد تنظم، والفنيات يا كابتن النادي الاهلي بحجم النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي، عشان كده الناس متخيله ان الاهلي ما بيجيش، لا الاهلي بيخطط، الاهلي بينظم، الاهلي بيفكر، الاهلي بيتعالى لجان عشان خد بالك تنجحه. هو ده النادي الاهلي. فاللي اقصده يا كابتن هو ده بالنسبه لاحمد فتحي. احمد فتحي 36 سنه، احمد فتحي انا هعمل له سنتين، السنتين دول طيب هيلعب لي كام؟ خد بالك. وبعدين احمد انت قلت هقعد بكره، هقعد بعد، هقعد بس. دي وجهه نظري انا. وبعدين خد بالك انا بقول عشان بحب الكيان، وفي نفس الوقت كل التقدير والاحترام لاحمد فتحي وللجنه والاداره وكل الناس. طبعا ده مش معناه ان حضرتك لا اكيد دي وجهه نظر. باحترام يا اسلام وبحب، واما بعمل مداخله باحترام وبتكلم بمنتهى الاحترام. يقدر يقول ان كابتن يتكلم لا طبعا ده احنا بنتعلم منك الاحترام يا كابتن. لا عفو كابتن اسلام. فربنا يوفق الكيان والنادي الاهلي في المقدمه دايما ان شاء الله يا رب. كابتن ربيع برضو عايز اسالك عن النادي الاهلي، هل حضرتك كنت سعيد بنفايلر في تصريحاته الاخيره في